تخيل معي عزيزي المشاهد الآن أننا وجدنا الطريقة الممكنة للنجاة، ونجا كل فلسطيني مما يحدث له، وانتهت هذه الحرب خاصة في هذه اللحظات الحاسمة. ليكون السؤال هنا، أين سوف يبحثون عن منازلهم؟ كيف سوف يعود هؤلاء الناس إلى أعمالهم؟ وهل سوف يعود الوطن بشكل آمن؟ وماذا عن شعورهم؟ كيف سوف تتخطى ما رأيناه وما أيضا عشناه؟ التجارب الصعبة التي مر بها الفلسطينيون خلفت جراحا نفسية عميقة تجاوز هذا الجرح، أو تجاوز هذا الجرح يتطلب دعما نفسيا واجتماعيا كبيرا. بالنهاية النجاة أصبحت ليس الحل، النجاة بمفهومها الضيق قد تعني البقاء على قيد الحياة فقط، لكن الحياة الكريمة تتطلب أكثر من ذلك بكثير، وحقا الناجي الوحيد هو الشهيد. تخيل معي أن ننجو، ماذا بعد؟ منزل؟ أمان؟ مدينة؟ أو حتى وطن؟ لا أعتقد أن النجاة ستكون لصالح شعورنا، لهذا نقول الناجي الوحيد هو الشهيد، وينتهي الكلام. تخيل معي أن ننجو، ماذا بعد؟ منزل؟ أمان؟ مدينة؟ أو حتى وطن؟ لا أعتقد أن النجاة ستكون لصالح شعورنا، لهذا نقول الناجي الوحيد هو الشهيد.